السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله نوضح فيه واحد الامور اللي كاينين عند مشاكل عند بزاف ديال الناس ديال القهوه، حيت بزاف الاسئله كيطرحوا عليا بالنسبه لكل اللي كيسولني على نوع القهوه اللي كنخدم. كاين اللي كيقول لك انني خدمت الى عمرت الجروب مزيانه وعطيتها حقها، كيقول لك كتخرج ليا محروقه. غادي نوضح هذه الامور هذه ان شاء الله في هذا الفيديو، خليكم معنا. المهم الخوت، مرحبا بكم تاني في هذا الفيديو. المهم معكم نبيل، كافي موبيل، مدينة سيدي قاسم. اول حاجة غادي نهضر عليها واللي هي شنو هو نوع القهوة اللي كنخدم به. اول حاجة ما خصناش نقولوا النوع اللي كنخدموا به، وتاني حاجة طلع الشركات تبارك الله اللهم بارك اللي كيخدموا انواع زوينة. و كما تقول لك زيد المزيد دقيق، منين كتخدم انت واحد القهوه اللي مزيانه واحد الكاليتي اللي مزيانه، تقريبا الشركات كاملين عندهم النقص والمزيان، يعني دايرين الاختلافات ضروري ما خصهم يكونوا. وكيف ما كتشوفوا الخوت، بنادم يحاول انه يستعمل واحد القهوه اللي مزيانه، يعني منين غادي تكون انت كتعامل مع واحد الشركه اكس وغادي تقول لي انا بغيت واحد القهوه اللي مزيانه بواحد الثمن اللي مزيان وما فيها باس، الا كنتي كتبيعها ب5 دراهم هتولي تبيعها ب6 دراهم. تنهضر بالنسبه للناس اللي هما كيديروا كافي موبيل، وحتى الناس ديال القهاوي والناس ديال لومبورتي. المهم ما فيها باس انك تخدم واحد القهوه اللي مزيانه وتزيد دراهم، كيف ما درت دابا انايا. انا كنت نخدم ب5 دراهم، من بعد درت قهوه زدت قهوه مزيانه وزدت ليها دراهم، وخلقت واحد شويه المشكل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش. راك عارفين اللي كاين. وهكا غادي تهبط لك قهوه مزيانه. وبالنسبه لواحد قال لي في واحد لي كومونتير، نخليه لكم هنايا، قال لي انايا الا نخدم غير ب 9 غرام، 9 غرام هادي ما كايناش. قال لك الا درت 14 يمكن 14 غرام تخرج ليا محروقه. اسمح لي يا خويا، الفكره عندك غلطه بزاف. بالنسبه لهاد القضيه اللي قلتي لي يا خويا، بالنسبه للايلاد، الا درتي اللي عطيتي حق للجروب ديالو، انا ما عندناش ميزان باش نعبروا، يعني حنا غير في كافي موبيل، انا عينك ميزانك. الا عطيتي حقه كيخرج لك القهوه مزيانه. عندك حاجه واحده اللي تقدر تكون عندك فيها المشكل، انت اما عندك المناقص اما عندك سخونيه هابطه، هادو هما جوج اللي كيخلوا لك القهوه ما تخرجش مزيانه. هادي اول حاجه. وتاني حاجه اخويا، بالنسبه للقهوه تقدر تكون مرطبه بزاف، هذه ما فيهاش، يعني الا كنتي كتخدم انت بداك داك الجرام اللي كتحسب دابا انت، يعني غتكون مرطبه بزاف. هذا الشيء اللي بان لي انا، حيت كل ما رطبتيها بزاف غتلقى مشكل في القهوه، ما غاتبقاش تخرج لك مزيان. هذا هو اللي كاين. الله يحفظك هذا هو اللي كاين، يعني حاول انك تغاد القهوه ديالك، يعني ما تكون مغليظه ما حرصه ما رقيقه وما حرصه، يعني تكون مويان بين وبين عينين ميزانك. حتى لما كنتش كتعرف ما فيها باس انك تعيط لشي واحد يقاد لك، كنتي حدايا ماشي مشكل، نقاد الخويا علاش لا، مرحبا. وهذا هو اللي كاين الخوت. شي حاجه اخرى وتاني مرحبا، وكما كنقول في اي فيديو، لوكاليزاسيون ديالي انا في مدينه سيدي قاسم، مرحبا بالجميع. المهم انا في الخرجه ديال سيدي قاسم في اخر كروازما ديال فاس مكناس، كما كتعرفوا فيها الدوبلو كحله. المهم يعطيكم من عند نيسان، واللي جا مرحبا به، واي سؤال كيف ما بغى يكون مرحبا والف مرحبا. وكيف ما كتعرفوا اللي حتى شي حاجه تاهي في الماتيريال، طحانه بريسا، المهم اللي حتى شي حاجه مرحبا الف مرحبا. وحتى لهنا غيسالي الفيديو ديالنا، وشكرا بزاف للمشاهده حتى لهنا. وغادي نخلي لكم واحد الفيديو تشوفوا فيه القهوه كيفاش كتخرج. ومرحبا بكم تاني، ونتمنى انكم ديروا لنا لي لايك ولي كومونتير، وشكرا بزاف. من وصلت حتى لهنا، هذا هو اللي كاين. المهم خوت، خليتكم راحة، وشكرا بزاف، والسلام عليكم. السلام عليكم اخوان، الراي ديالكم في هاد القهوة هادي الله يرحم الوالدين. شكرا اخوان، كيفاش هادرة
مش كتبان لكم نتوما، مش كتبان لكم مزيان ولا لا؟ كما كتشوفوا هو مش كتبان لكم الخوت. بعدين كان الخوت هاو كيفاش دايرة. هو نيت شبان ليكم.